سعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه نستضيف رجل او سيده اعمال. معنا اليوم رائده الاعمال مدام إلزا صاحبه مطبخ امي. اهلا مدام. اهلا وسهلا فيك. بدايه شكرا جزيلا لتواجدك معنا في البرنامج، ونتمنى تعرفينا المزيد عنك وعن بداياتك مع مطبخ امي. اسمي إلزا عصام ترشحاني، فلسطينيه من سكان سوريا، إلي 26 سنة في الإمارات، عندي 4 أولاد شباب وبنات. إلي يعني الفكرة هي قائمة عندي من زمان، بس أنا من جديد بلشت فيها، يعني ما إلي كتير أشهر. مدام، ممكن تحكي لنا المزيد على المطبخ اللي بتجيبي منه وجباتك، وشو اللي يميز أطباقك ووجباتك عن بقية الأطباق والمنافسة الشديدة الموجودة بالسوق؟ أنا استمديت أطباقي من المطبخ الفلسطيني أول إشي، ولأني أنا من سكان مدينة حلب، فأنا حبيت أني أنا أقدم شيء كمان من حلب. فأنا عندي مثلاً عندي المسخن اللي هو فلسطيني، عندي الصفيحة كمان هي فلسطينية، عندي اليلنجي هو ممكن من المطبخ الحلبي أو التركي، في عندي الكباب بجميع أنواعها، الفطاير والمناقيش والمفرزات موجودة بجميع المطابخ أتوقع. يعني بتتميز أطباقنا بإني أنا بستخدم أفضل نوعيات للمواد اللي بستخدمها للطبخ، وبعدين في عندي ذواقة في البيت. قبل ما أقدم أي شيء أنا للزبون بدوق وبجرب مرة ومرتين، وبس منشان أقدم أفضل نوعية عندي. مدام، ممكن تحكينا المزيد عن الخطط المستقبلية والرؤية المستقبلية لمطبخ أمي؟ والله أنا أتمنى أني أتوسع أول إشي من مطبخ لمطعم، ومطعم أكبر، ويصير عندي فروع بكذا مدينة، وإن شاء الله بكذا دولة كمان، أو أني أشتغل بمكان يكون مرموق يعني إن شاء الله ومعروف ومشهور. إن شاء الله أتمنى لك التوفيق وتوصلي للعالمية. أكيد إن شاء الله. مدام، من خلال تواجدك في الإمارات لأكثر من 20 سنة وحاليا أحد رواد الأعمال في دولة الإمارات، شو بتنصحي أي حد عنده اهتمام يأسس عمله الخاص داخل الدولة؟ والله أني يتشجعوا، لأني البلد مفتوحة لعدة مجالات، وحكامنا يعني في عنا موفرين للوافد وللمواطن كل سبل التحقيق. كل إنسان شو عنده فكرة أو عمل إني أقدمه. وبهالوقت هذا أنا بحب أتشكر حكام الإمارات على الأمن والأمان والتطور اللي إحنا نقدر نستمده من خلال تطور البلد. شكرا جزيلا مدام. بالنهاية بدنا نخبر المشاهدين عم يتابعونا كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع مطبخ أمي. عندنا إحنا أكيد رقم الواتساب، وفي عندي صفحة على الإنستغرام أمي كيتشن، ورقمي موجود على الصفحة يعني. شكرا جزيلا مدام، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوني ببيتي المتواضع، ويا ميت مرحبا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.